السلام عليكم. نبدأ اليوم في شابتر جديد، شابتر 6. متذكرين لما بدأنا في شابتر 5 حكينا راح يكون في عنا 2 شابترز بيحكوا عن فيلير. شابتر 5 كان بيحكي عن ستاتيك فيلير، وهون هذا الشابتر بيحكي عن الديناميك او الفاتيك فيلير. طيب اذا متذكرين لما بدأنا في شابتر 5 عرفنا شو هو ستاتيك لود. حكينا ستاتيك لود له كونستانت ماجنتيود، كونستانت لوكيشن، كونستانت دايركشن. طيب إذا تحققت عنا هذا الشروط اللودينج نسميه ستاتيك لود، ونستخدم ستاتيك فيلير ثيوريز اللي مرت علينا في شابتر 5 عشان نحسب الفاكتور سيفتي في حالة إذا كان عندنا باي اكسل أو تراي اكسل سيلف ستريس. يعني لاحظ في حالة يوني اكسل سيلف ستريس نحتاج فيلير ثيوري. أوكي، في حالة إنه عندنا ستريس في اتجاهين أو في ثلاث اتجاهات وقتها بنحتاج فيلير ثيوري، بنستخدم واحدة من الثيوريز اللي مرت علينا قبل هيك في شابتر 5. طيب هذاك في حالة إنه اللود اللي عندنا ستاتيك لود. هسا إذا أي شرط من الثلاث شروط اللي حكيناها ما تحقق، كمان مرة ثلاث شروط constant magnitude, constant location, constant direction، أي واحد من هذول الثلاثة ما تحقق اللود ببطل اسمه static load، بصير اسمه dynamic أو fatigue load. وفعليا معظم المشين كومبوننتس، بما ان احنا هون نحكي عن ماشين ديزاين، معظم المشين كومبوننتس ما بتعرض للستاتيك لود، هي فعليا تعرض لفاتيك لود. زي ايش؟ زي الشافتس، زي البيرنجز، الكامز، الجيرز، كلها تعرض لفاتيك لود، ما بتعرض للستاتيك لود. خلينا ناخذ مثلا على سبيل المثال شافتس. شافت مثلا المفروض كلكم تعرفوا مثلا هاي بيرنج، هاي بيرنج الثاني، بيرنجز اللي في حالها بتخلي الشافت يلف ثبته في مكانه. طيب هاي الشافت تبعنا مثلا مركبين على الجير، طيب الجير هذا مثلا متصل مع جير ثاني، فلو افترضنا في ان الشافت الثاني هنا وهاي في فورس تضغط على هذا الجير. طيب هسه نتيجه هذا اللودنج الشافت تبعنا بتعرض لبيرنجز في حاله تايتن. طيب اذا النقاط اللي على السطح العلوي راح تكون تعرض لايش؟ تنشن، وعلى السطح السفلي لا كومبريشن. طيب قيمه الفورس ثابته، بس فعليا بما انه الشافت بلف هذا بيخلي الشافت تعرض لفتيج. يعني لو كان الشافت ما بلف وقتها بتكون تعرض لستاتيك لود، قيمه اللود ثابته والدايركشن وكل شيء ثابت. طيب بس بما انه الشافت بلف فعليا النقطة اللي كانت مثلا على السطح السفلي وكانت تعرض لكمبريشن بعد نص لفة صارت على السطح العلوي صارت تعرض لتنشن، بعد كمان نص لفة رجعت على السطح السفلي وصارت تعرض لكمبريشن. إذا نطلع على أي نقطة على سطح الشافت بنلاحظ إنه بتتعرض لريبيتد لودينج بنسميه سايكل لودينج، تنشن كومبريشن تنشن كومبريشن تنشن كومبريشن. هذا النوع من اللودينج بنسميه سايكليك لودينج أو فتيج لودينج. طيب في هذا الشابتر احنا بنحكي عن هذا النوع من اللودينج اللي هو بنسميه فتيج لودينج او سايكل لودينج. وفعليا معظم الماشين كومبوننتس تتعرض للودينج زي هيك. طيب هسه لما يكون عندنا كومبوننتس تتعرض للودينج زي هيك في كثير من الحالات، وهذا الحكي مر عليكم كلكم قبل هيك، بتكون عندك كومبوننت معين انت دائما تستخدمها. لاحظ انه مثلا اكزامبل بسيط، مثلا ايد الباب، ايد الباب تتعرض وانت بتفتحها لودينج سايكل، كل مره تفتح الباب تعرضها لودينج سايكل، فهي تعرض لفتيج لودينج. طيب كثير بيمر عليك انه في عندك كومبوننت معين انت دائما تستخدمها فجاه بتلاقيها انكسرت. اوكي هسه ليش انكسرت فجاه؟ هل في هاي المره انت مثلا حطيت عليها لود اعلى؟ لا، في الغالب انت دائما تحط نفس اللود، بس مع تكرار اللودينج سايكلز الكومبوننت ممكن تنكسر. هذا ايش بنسميه؟ فتيج فيلير. هسا عشان تنكسر الكومبوننت يعني مش شرط انه يكون عليها ستريس عالي جدا. يعني لاحظ احنا اصلا ستريس بنحطه على الكومبوننت دائما خلال استخدام ستريس اقل من الالتيميت. اكيد كيف متاكدين انه اقل من الالتيميت؟ عشان لو حطينا الالتيميت تنكسر على طول. وحتى احنا في الغالب برضه بنحط ستريس اقل من اليلد. اوكي طيب بس حتى لو عندنا كومبوننت بتعرض لستريس اقل من اليلد بعد عدد من السايكلز، ممكن يكون طويل مثلا 1000 10000 100000 مليون سايكل، بعد عدد من السايكلز ممكن تنكسر هاي. طيب فهذا الفيلير بنسميه فاتيك فيلير. عادة فاتيك فيلير خطير، خطير لسبب. أول شيء الشيء اللي بصير فيه فاتيك فيلير فعليا انكسر بشكل كامل، بينما الستاتيك فيلير احنا كنا نعتبر اليلدنج أو البيراميد ديفورميشن كنا نعتبره فيلير، يعني خطورته أقل. طيب هون الشيء اللي فاتيك فيلير بينكسر بشكل كامل. الشيء الثاني الفاتيك فيلير عادة بيكون مفاجئ، يعني تكون الشغلة شغالة شافت أو الإنجن أو أي كومبوننت شغالة بشكل طبيعي احنا مش ملاحظين عليها شيء، فجأة انكسرت. طيب فالفينومينا تبعت الفتيك يعني خطورتها أعلى من ستاتيك فيلير، فبتحتاج انتباه أكثر. فمن خلال هذا الشابتر راح نشوف كيف ممكن نتعامل مع الكيسز اللي فيها عندنا كومبوننتس تتعرض فيها لفتيك. طيب هسه ليش بصير هذا الفتيك فيلير؟
فعليا ما فيش عندنا تفسير واحد متفق عليه انه يعني بفسر كل الحالات. في اكثر من تفسير، اوكي. راح اتعرف هنا على اكثر من تفسير ليش بصير عندنا الفاتيك فيلير، ليش الكومبوننت تنكسر بعد عدد معين من السايكلز. هسه هذه التفسيرات كما مره في منها شيء مثلا بيكون مور ابليكابل للداكتايل ماتيريالز، في شيء مور ابليكابل للبريتل ماتيريالز، في شيء مثلا بيكون مور ابليكابل للشغلات اللي تنكسر بسرعه يعني بعد عدد قليل من السايكلز، في شيء بيكون مور ابليكابل للشغلات اللي تنكسر بعد فتره طويله من الاستخدام. ففي عندنا يعني تفسيرات كثيره، راح اتعرف على بعضها. طيب اول شيء بدنا نتعرف على الفكره تبعت لينير لاستيك فراكتشر ميكانكس، بسميها اللي اف ام. طيب لينير لاستيك فراكتشر ميكانكس هي احد الثيوريز اللي ممكن نستخدمها عشان نفسر الفينومينا تبعت الفاتيك فيلير. طيب حسب لينير لاستيك فراكتشر ميكانكس بحكي لنا الفاتيج فيلير اللي هو الفراكتشر بنشوف في الاخير، فعليا قبل ما نشوف هاي المرحله الاخيره انه القطعه انكسرت بيكون في عليا ثلاث مراحل مرت علينا. شو هي الثلاث مراحل او 3 ستيجز عشان يصير عندنا فاتيج فيلير والكومبوننت انكسر؟ الستيج الاولانيه بسموه الكراك انيشيشن، بصير عندنا انيشيشن لكراكس صغيره بنسميها مايكرو كراكس، السايز تبعها صغير بالمايكرومترز، يعني السايز تبعها بحدود 2 تو 5 جرينز على حجم الجرينز تبعت الماتيريال. طيب هسه ليش بصير عندنا هذا الكراك انيشيشن؟ يعني ليش ببلش عندنا هذا الكراك الصغير؟ في كثير من الحالات ما حدش بيقدر يفسر ليش، بس يعني في كثير من الحالات يعني متوقع انه يصير عندنا كراك انيشيشن في مناطق فيها ستريس عالي، فاذا في عندنا مناطق فيها ستريس عالي اعلى من اللي حواليها بسبب مثلا في عندنا ديفكت معين، في عندنا ستريس كونسنتريشن بسبب هول شيء زي هيك، فهي المناطق تعرض لستريس عالي بعد عدد معين من لودنج سايكلز بصير في عندنا انيشيشن للمايكرو كراكس. وفعليا اللي هي النقطه الاساسيه هنا انه هذه المايكرو كراكس امتى تتشكل وين راح تتشكل ما حدا بيقدر يعرف هذا الحكي. طيب بس يعني هو بالمحصله في البدايه لما يصير عندنا شيء انكسر في النهايه انكسر في الاخير، اول شيء بيكون صار فيه اللي هو الكراك انيشيشن، منطقه معينه صار فيها كراك انيشيشن. طيب بعد ما صار كراك انيشيشن هسه لاحظ ان الكومبوننت عرض لريبيتد سايكلز، فالكراك هذا بلش يفتح يسكر يفتح يسكر مع تكرار اللود. لما الكراك يبلش يفتح يسكر يفتح يسكر تعرض لفتيك الكراك بلش يتمدد، فهاي بنسميها ستيج 2 هي الكراك جروث. يكون عندنا كراك صغير جدا ببلش يتمدد يكبر يكبر يكبر، في البدايه كان مايكرو كراك صغير كبر صار بسموه ماكرو كراك حجمه كبير، ظل يكبر 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 لحد ما وصل للكريتيكال سايز. شو هو الكريتيكال سايز؟ الكراك صار كبير بما فيه الكفايه بحيث انه الكومبوننت بطلت تتحمل اللود. طيب اذا ستيج 2 اللي هي كراك جروث من المايكرو كراك الصغير جدا لحد ما كبر الكراك وصار عند كريتيكال سايز. لما وصل الكريتيكال سايز فعليا الكومبوننت بطلت تتحمل اللود، فوقتها تيجي ستيج 3 اللي هي توتال فيلير او توتال فراكشر، تنكسر الكومبوننت بشكل كامل. واحنا عاده هذا اللي بنشوفه، يعني احنا ننتبه لما تنكسر الكومبوننت بشكل كامل. بس فعليا قبل ما تنكسر الكومبوننت بشكل كامل تكون مرت في مرحلتين، كراك انيشيشن وكراك جروث. طيب هسا هذا الحكي احنا فعليا ممكن نشوفه في كثير من الحالات لما تكون عندنا قطعه انكسرت، ناخذ هاي القطعه اللي انكسرت ونطلع عليها على السطح اللي ناتج عندنا من عمليه الكسر، بنلاحظ انه فعليا هاي الشيء اللي صار معنا بنميزه بسهوله. كيف؟ خلينا نطلع مع بعض الناس. هذا الاكزامبل في عندنا بولت برجة. طيب كانوا يستخدموها في تطبيق او ابلكيشن معين كانت تعرض ل ريبيتد لودنج، ظلت شغاله في الاخير انكسرت. طيب لما انكسرت جابوها هاي السطح اللي نتج عنهم عندهم لما انكسرت البولت هاي. طيب لما نطلع هذا السطح فعليا اسهل شيء نميزه اللي هو السطح تبع الكراك جروث ستيج 2. السطح تبع ستيج 2 بيكون في هذه الحزوز، هاي الحزوز بنسميها بيتش ماركس، اوكي. يعني لما اشوف سطح عليه هذه الحزوز هاي التحزيز بنسميها بيتش ماركس. طيب وهذا السطح تبع ستيج 2 بيكون سموث ناعم، اذا تحط اصبعك عليه المنطقه تحسها ناعمه وعليها بيتش ماركس. هسه هذه البيتش ماركس هي فعليا بتدلنا وين صار كراك انيشيشن. كيف بتدلنا وين صار كراك انيشيشن؟ ببساطه لو جينا رسمنا خطوط عموديه على البيتش ماركس وشفنا وين بتاشر، فلاحظ هنا خطوط عموديه بتاشر لك على هذه المنطقه. طيب فعليا شو اللي صار هنا؟ اللي صار هنا في ستيج 1 كراك انيشيشن صار في هذه المنطقه، بلش عندنا مايكرو كراك في هذه المنطقه، بلش فعليا عند السطح. ليش بلش في هذه المنطقه؟ لحظة بنسنن من مرة، عملية التسنين بتسبب لنا ستريس كونسنتريشن. طيب على سبب معين هاي المنطقة كان فيها ستريس على بقية المناطق فصار عندنا كراك انيشيشن، بلش الكراك هون. هسه مع تكرار اللودنج سايكلز صار يكبر 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 يكبر
بعد هالإج ماركس لسه ماشي، فهي كلها ستيج 2. لاحظ ظل يكبر لوين حد، ففعليا لاحظ الكراكس ظل يزيد لحد ما اخذ الجزء الاكبر من الكراس سكشن. اوكي صار في هنا كراك هالكبر ولسه شغال الوقت ما انكسرت. امتى انكسرت؟ لما وصل لهذا السايز، هذا هو كريتيكال سايز. لما وصل لهذا السايز بطلت تتحمل اللودنج اللي عليها فانكسرت. هسه هذا السطح اللي هون، هذا السطح تبع الكسر النهائي ستيج 3. لاحظ انه سهل تميز السطح تبع ستيج 3 عن السطح تبع ستيج 2. السطح تبع ستيج 2 اول شيء سموث، ثاني شيء شوفي عليه بيتش ماركس طيب وعمودي على اللود، بينما السطح تبع ستيج 3 بالعاده يكون خشن، يكون مايل على زاويه 45 اذا كان الماتيريال دكتايل، فراكتشر تبعها زاويه 45 اذا رف مايل على زاويه 45 نشوف شو فيه بيتش ماركس كمان مره. يعني هذا السطح اللي هو تبع الكسر النهائي. طيب فاذا هنا طبقنا ثيوري على هاي القطعة، فواضح انه هذا الميكانيزم اللي سبب لنا الفيلير. طيب هل يجيب قطعة ثانية مثلا؟ هاي قطعة كانت تعرض لها اكسل لودينج زي هيك، في الاخير انكسرت. لما انكسرت هاي السطح اللي نتج عنهم لما صار الكسر، لما نطلع هذا السطح هل نقدر نميز المنطقة اللي صار فيها الكراك انيشيشن؟ فعليا مبين هنا لكن زي شيء هنا صغير زي هيك. طيب شو هذا؟ مثلا هذا ممكن تكون بابل خلال عمليه الكاستنج، هاي المنطقه يعني صار فيها اير بابل او ساند فليك شيء زي هيك. طيب اذا وجود بابل داخل الماتيريال او ساند فليك سبب لنا ستريس كونسنتريشن عالي فصار عندنا كراك انيشيشن هنا. طيب فبلش عندنا كراك صغير في البدايه، بعد هيك شو صار؟ بلش يتمدد. لاحظ هون الكراك داخلي فبلش زي هيك يكبر يكبر لحد ما وصل لوين؟ لحد ما وصل لوين؟ اوكي؟ يعني لاحظ ان كان في عندنا كراك ظل يكبر يكبر يكبر، وفعليا هذه ستيج 2 بتاخذ فتره من الوقت، يعني تاخذ عدد كبير من السايكلز، بيكون في عندنا كراك ومع تكرار لودنج سايكلز هذا الكراك بيكبر ويتمدد واحنا مش منتبهين عليه. امتى احنا بننتبه؟ بالاخير لما تنكسر، اوكي؟ فالكراك تمدد وصل لهذا السايز، هذا هو فعليا كريتيكال سايز، بطلت تتحمل التنشن اللي عليها فانكسر. ولاحظ هذا السطح، هذا السطح تبع ستيج 3، سهل نميزه عن السطح تبع ستيج 2. لاحظ هذا سموث وعليه بيتش ماركس، هذا نوعا ما خشن وفي ميلانات على زاوية 45. طيب خلينا نطلع هذا الكيس اللي هون. طيب هذا شافت اخذوه من جوا انجن، اوكي؟ ممكن يكون اما كرانك شافت او كام شافت. طيب هسا اي شافت موجود جوا الانجن لازم يزيتوه، لازم يوصل الزيت لكل البيرنجز، فكيف بيمرروا الزيت؟ بيكونوا مسويين هول في الشافت ماشي في الاكسل دايركشن، وبيكونوا فاتحين هولز في الراديال دايركشن عند البيرنجز. ببساطه الزيت بيمشي جوا الشافت وعند كل بيرنج بيطلع زيت. طيب اذا في عندنا هول هاي ماشي بالاكسل دايركشن وفي عندنا هذه الهول عشان تطلع الزيت. طيب هسه لما انكسر هذا هاي اللي بين المعنى. طيب نقدر من خلال انه نطلع عليه نميز وين بلش الكراك؟ هون فعليا هون بلش الكراك. كيف عرفنا؟ من البيتش ماركس اللي ورجينا الفراكوث. طيب ليش بلش هون؟ فعليا بلش هون بسبب انه في عندنا ستريس كونسنتريشن عالي في هاي المنطقه. شو السبب؟ خطا في المانيفاكتشرنج. اوكي فعليا هذه الهول اجت شفتد شوي لبرا، يعني بدل ما تيجي هذه الهول هون ويطلع عندنا يعني سموث كورنرز كانت شوي شفتد لبرا فطلع معنا شارب كورنر. طيب هذا الشارب كورنر سبب ستريس كونسنتريشن عالي فبلش الكراك انيشيشن، فبلش المايكرو كراك. بعد هيك صار يتمدد 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 يتمدد. لاحظ لوين؟ لهون. يعني كل هاي صار فيها كراك لسه الشافت شغال ما انكسر، نحن مش منتبهين عليه او هم مش منتبهين عليه. امتى انتبهوا عليه؟ لما انكسر. اوكي هاي السطح تبع ستيج 3، هاي السطح تبع انكسر. اوكي طيب فاذا هذا التفسير للفتيك فيلير بحسب اللينير الاستيك فراكتشر ميكانكس. هسا فعليا الناس اللي بيعتمدوا الاستيك فراكتشر ميكانكس فعليا هذا بيعتمدوها مثلا في مجال تصميم الطيارات، اللي بيصمموا طيارات دائما بيمشوا على لينير الاستيك فراكتشر ميكانكس، بيكون الهدف تبعهم دائما انهم يمسكوا الكراك قبل ما يوصل كريتيكال سايز. يعني بيكون في عندهم شيء بيسموه انسبكشن، يعني بعد كل عدد من الساعات بيساوي انسبكشن لقطع معينه باستخدام ميثود بسموها انستركتيف تيستينج ميثود. شو الهدف؟ انهم يلاقوا الكراكس، يعني اذا في عندنا كراك كبير صار جوا الماتيريال بدهم يلاقوه قبل ما يوصل لكريتيكال سايز قبل ما تنكسر الكومبوننت. طيب
إذا كمان مرة حكينا البلاك نيشيشن وين ممكن يصير؟ في المناطق اللي فيها ستريس كونسنتريشن عالي زي هولز زي انترنال ديفكتس داخل القطاع. أو برضو كثير من الحالات البلاك نيشيشن ممكن يصير على السطح الخارجي. ليش ممكن يصير على السطح الخارجي تبع الشافت أو الكومبوننتس؟ يساوي السيرفس رفنس. بس لاحظ أنا يكون عندي سطح وهذا السطح ما يكونش سموث. إذا بتطلع عليه تحت الميكروسكوب هو فعلياً هيك. شوفوا تحت الميكروسكوب في أنا بيكس وباليز. هذه الباليز اللي هون بسبب لنا ستريس كونسنتريشن. أوكي؟ طيب إذا في عنا شافت زي هيك أو السطح تبعه رف وتعرض لبندنج لاحظ إنه راح يصير في عنا ستريس كونسنتريشن على هاي المناطق على السطح بسبب السيرفس رفنس. فممكن يبلش الكراك على السطح. طيب كيف ممكن نتخلص من هاي الاحتمالية؟ بولشنج. اوكي عادة الشافتس في الغالب يسوونها بولشنج، يعني اذا بتاخذ شافت من جوا اي انجن بتشوفوا انه بولشت السيرفس تبعه. ليش بيسووا بولش؟ عشان يتخلص من السيرفس رفنس، عشان يقللوا احتمالية كراك انيشيشن على السطح. تفضل. مرات يكون ايش؟ بولش مضر، كثرة البولش مضر للشافت. هسه كمان مرة احنا بدناش نحكي هون عن كثرة، يعني في ليفل معين انت بتحتاجه عشان تتخلص منها. هسا اذا بتساوي زياده عن اللزوم وقتها مثلا بتروح مثلا ما بتكونش تستخدم ليكويد خلال البولشنج، ممكن ترفع درجه الحراره وتغير ماتيريال بروبرتيز. اوكي بس يعني اذا بتساوي البولشنج بالقدر المطلوب بالشكل الصحيح لا البولشنج مش مضر. هسا البولشنج مش ضروري اذا عندنا ستاتيك لود. اذا في عندنا ستاتيك لود مش فارقه معنا سواء البولشنج ولا لا، بس البولشنج مهم اذا في عندنا فاتيك لود. طيب الشغله الثانيه ممكن تسبب كراك انيشيشن اللي هي الريزيدوال ستريسز. بالذكرين حكينا عن residual stresses اللي هي stresses بتكون جوا الماتيريال نتيجة المانيفاكتشنج. طيب فهذا residual stresses مع تكرار loading cycles فعليا بتخلي الكراك انيشيشن يصير بشكل اسرع. فبرضه بيحاولوا يتخلصوا من residual stresses. كيف ممكن يتخلصوا من residual stresses؟ الهيت تريتمنت. اوكي اللي هي annealing او quenching intemperature. طيب اذا عادة الكومبوننتس اللي راح تعرض لفاتيك لود بيسووا لها هذه الشغلتين قبل ما يستخدموها، بيسووا لها polishing ويسووا لها هي تريتمنت، هيك يعني بيقللوا احتمالية انه يصير فيها فيتيك فيلر بشكل سريع. طيب اللي بدنا نحكي عنه هنا اللي هو الفيتيك لايف ميثودز. شو هي الفيتيك لايف ميثودز؟ ببساطة ميثودز في عنا هنا 3 ميثودز رح نحكي عنها. الهدف الأساسي إلها انه نساوي بريدكشن للفيتيك لايف. يعني عندنا كومبوننت تتعرض لها سايكليك لودينج، بعد عدد معين من السايكلز احتمال تنكسر. احنا اللي بدنا نعرفه قديش راح تعيش سايكلز لحد ما تنكسر. هسه شو المقصود بالسايكلز؟ السايكل ببساطه زي هيك، يعني تنشن كومبريشن هذه سايكل. واذا كنا بنحكي مثلا عن كومبوننت بتلف، كل لفه لها هي عباره عن فتيك سايكل. اوكي برضه مثلا بالنسبه للجير، كل لفه للجير هي عباره عن فتيك سايكل للاسنان، عشان السن بيجي بيساوي انجيجمنت بتعرض للود بعد هيك بينتهي. طيب ففي الغالب يعني كل لفه هي بتنعد فتيك سايكل. فالهدف من الفتيك لايف ميثودز انه نقدر نحسب اكسبكتد لايف، قديش هذه الكومبوننت راح تعيش لحد ما تنكسر. او اذا بنقدر نضمن ان الكومبوننت تبعتنا تعيش انفينيتي ما تنكسرش نهائيا، يعني هذا الشيء بيكون افضل. طيب هسه الفتيك لايف ميثودز في عنا ديفرنت ميثودز او ديفرنت ثيوريز. ليش؟ عشان ما فيش اكسبلينيشن واحد ممكن نطبقه في كل الحالات. اوكي يعني بعض الاشياء ممكن نطبق عليها هذه الثيوري اكثر، بعض الماتيريالز ممكن نطبق عليها هذه الثيوري اكثر، فما فيش هنا ثيوري واحده نقدر نطبقها في كل الحالات. طيب في عندنا هنا 3 ديفرنت ميثودز او 3 ديفرنت ثيوريز راح نتطلع عليهم. شو هم؟ واحده منهم بنسميها ستريس لايف ميثود وهي راح اركز عليها هنا. طيب الثانيه اسمها سترين لايف ميثود. كمان مره، اول واحده ستريس لايف ميثود، ثاني واحده سترين لايف ميثود، الثالثه اللي هي لينير الاستيك فراكشر ميكانكس اللي هي فهم اللي حكينا عنها قبل شوي. طيب هذول هم 3 ديفرنت ثيوريز اللي بيستخدموها عشان يساووا بريدكشن للفاتيك فيلرز، عشان يساووا بريدكشن مثلا هذه الكومبوننت اذا عرضتها لهذا المقدار من ستريس قديش متوقع انها تعيش قبل ما يصير فيها الفراكشر. طيب هسه بما انه هون نحكي عن الفاتيك لايف، ف الفاتيك لايف بيجوا بيقسموها على حسب عدد السايكلز، عدد اللودينج سايكلز لحد ما تنكسر الكومبوننت. طيب ففي عنا اول شيء بسموه لو سايكل فاتيك. لو سايكل فاتيك اللي هو عدد سايكلز من 1 ل 1000، يعني الكومبوننت اللي بتنكسر خلال عدد سايكلز من 1 ل 1000 كومبوننت، هذه بنحكي انه عرضت او يعني صار الفيلير خلال لو سايكل فاتيك. طيب
إذا الكومبوننت عاشت أكثر من 1000 سايكلز هاي نسميها هاي سايكل فاتيك. هاي سايكل فاتيك بنيجي نقسمه ل 2 سب كاتيجوريز، من 1000 سايكل لمليون سايكل هاي نسميها فاينايت لايف، أكثر من مليون سايكل عادة نسميها انفينيت لايف. طيب فإذا بحسب عدد السايكلز اللي تحملتها الكومبوننت لحد ما صار فيها فيلير، في عنا في البداية إما لو سايكل فاتيك أقل من 1000 أو هاي سايكل فاتيك أكثر من 1000 سايكل. هاي سايكل فاتيك بنقسمها إما فاينايت لايف من 1000 لمليون أو انفينيت لايف أكبر من مليون. هسا أي أساس قسمنا هاي التقسيمات راح نفهم كمان شوي ليش يعني قسمناها بهذه الطريقة. طيب هسا خلينا نتعرف على سترين لايف ميثود. احنا لحد الآن تعرفنا على ايش؟ لينيراس فراكشر كانس، حكينا على الفكرة الأساسية تبعتها. طيب خلينا نحكي هسا عن سترين لايف ميثود. شو فكرة سترين لايف ميثود؟ سترين لايف ميثود ببساطة تربط لنا الفاتيك فيلير مع البلاستيك سترين أو بلاستيك ديفورميشن تعرض له الماتيريال. طيب يعني لاحظ هنا حكينا نربط الفيلير فاتيك فيلير مع سترين، بس اي سترين؟ بلاستيك سترين. طيب عشان يصير عندي بلاستيك سترين ستريس لازم يتجاوز ايش؟ ليد. طيب خلينا نيجي نتخيل هنا درجه ستريس سترين دايجرام لماتيريال معين عندك تالفتي. طيب هاي بسمها ستريس. طيب الميثودز في العاده في البدايه شو بكون عندنا؟ فينا الاسبرين. طيب نوصل لليد سترين، شو اللي بصير بعد ليد سترين؟ بلش يصير عندنا بلاستيك ديفورميشن، لو استمرينا للاخر راح تنكسر. طيب فجاوزنا الليد سترينث وصلنا لهاي النقطة، ما وصلنا للالتمت لسه، أقل من الالتمت، يعني عرضنا الماتيريال لستريس أعلى من الليد أقل من الالتمت وقفنا. لو شلنا اللود حاليا شو اللي راح يصير؟ ترجع بهذه الطريقة. طيب وهذا الحكي احنا حكينا عنه قبل هيك، كان سميناه الكولد ورك الورك هاندنج. يعني رجعنا لهون، إذا حاولنا نسوي لودينج من جديد شو اللي راح يصير؟ تمشي هذا الخط وتكمل هون. يعني شو صار؟ ارتفع الليد سترينث. طيب هسا احنا هون نحكي على شيء بيتعرض للتنشن وراء كومبريشن، يعني هون كمان مره تعرضنا للتنشن ورجعنا لزيرو وبعد هيك رجعنا الليد سترينث ارتفع، ما فيش عندنا مشكله. طيب بينما احنا هون نحكي على شيء بيتعرض للتنشن وراء كومبريشن، تنشن وراء كومبريشن. طيب بما انه عندي تنشن بعد هيك كومبريشن معناته يعني لما ارجع راح اكمل لتحت. طيب شو اللي بصير لما كملت لتحت؟ هسه هون احنا حكينا صار عندنا work hardening، الليد سترينث ارتفع في اتجاه التنشن، بس لما نرفع الليد سترينث في اتجاه التنشن فعليا احنا بنكون نقصنا الليد سترينث في اتجاه الكومبريشن. اوكي يعني لما نيجي نسوي الكومبريشن حاليا راح تساوي ييلدنج على قيمه اصغر من القيمه اللي كانت راح تساوي ييلدنج عليها لو ما سويتش هاي الحركه بالاول. تخيلين شو اللي بحكيه ولا لا؟ يعني لو احنا ما سوينا تنشن في الاول، لو جينا سوينا كومبريشن على طول كنا راح تطلع معنا قيمه معينه لليد سترينث، مثلا خلينا نحكي 200 ميجا باسكال. طيب بس انا ما سويت كومبريشن الاول، انا سويت تنشن في الاول، سويت هاردنج في التنشن وبعد هيك راح ارجع في الكومبريشن. لما ارجع في الكومبريشن بكون سويت سوفتنج في الكومبريشن، فبلاحظ انه في الكومبريشن الليد سترينث صار اقل من 200 ميجا باسكال اللي كنت احكي عنها. طيب فهذا الحكي اللي احنا مفنيه هون، بلشنا في الاول هاي جربنا الليد وصلنا لها. طيب هسا بدنا ننزل ونبلش في الكومبريشن. احنا سوينا هاردنج في التنشن، سوينا سوفتنج في اتجاه الكومبريشن، فلما نروح في اتجاه الكومبريشن راح يصير الليد على قيمه اصغر من قيمته الاصليه. طيب وبلشنا ندخل زي هيك. طيب هيك احنا دخلنا ليدنج في الكومبريشن، فسوينا هاردنج في الكومبريشن، شو سوينا بالمقابل في التنشن؟ سوفتنج. اوكي لما نرجع بعد هيك على التنشن بنلاحظ انه الهيل صار اصغر من القيمه الاصليه، ليش؟ عشان احنا سوينا كومبريشن في الاول، سوينا سوفتنج في اتجاه التنشن، فراح تساوي زي هيك. بعد هيك بنكمل، فاذا مع كل سايكل بنلاحظ انه عماله سترين بيستمر، يعني مع كل سايكل مع كل ريفرسل بنلاحظ القطعه بلشت تصير اطول اطول اطول، فبتضلها تتمدد لحد ما في الاخير تساوي فراكشر. ولاحظ هون يعني هي فعليا سوت فراكشر على قيمه ستريس اقل من الالتيميت، اوكي بس اعلى من الالتيميت. طيب هذا هو التفسير تبع سترين لايف ميثود.
هذه الفينومينا بسموها الباوشنجر افكت. باوشنجر افكت اللي هو اللي بحكي لك يعني لما يصير عندنا هاردنج في التنشن بصير سوفتنج في الكومبريشن، بتساوي هاردنج في الكومبريشن بصير عندك سوفتنج في التنشن. لما نستمر تنشن كومبريشن مع ستريس اعلى من اليلد بعد فتره من الوقت بصير عندنا فراكشر. تفضل. تقريبا مساوي لكمية السوفتنج اللي بتصير في الكومبريشن. طيب فاذا هذا الشيء اذا بصير عندنا فيلير بحسب سترين لايف ميثود، عاده هذا الفيلير بصير خلال عدد قليل من السايكلز، خلال اقل من 1000 سايكلز. فعاده سترين لايف ميثود هي بتفسر لنا الفيليرز اللي بتصير خلال عدد قليل من السايكلز. وبتخيل كلكم مر عليكم يعني حالات استخدمتوا فيه هاي الفكره. مثلا لو جيت اعطيتك سلك قلت لك اقطع لي هذا السلك وما معكش قطاعه زراديه، شو بتساوي؟ بتطعجه زي هيك، فانت يعني تجاوزت اليلد. طيب لما ترجع فيه بالعكس بتلاحظ انه صار سوفتر اسهل، بعد هيك ترجع تلاحظ انه صار سوفتر، يعني مع كل ريفرسل بتشوفه انه صار سوفتر، بيستمر التمدد لحد ما ينكسر. اوكي، هذا اللي هو التفسير تبع سترين لايف. طيب اذا ابليكابل للو سايكل فاتيك. طيب لاحظ انه فعليا احنا اللو سايكل فاتيك مش كثير بهمنا. ليش؟ عشان احنا اصلا لو سوينا ستاتيك اناليسيس نتاكد انه ستريس ماله اقل من اليد. اذا ستريس اقل من اليد معناته مش راح يصير عندنا لو سايكل فاتيك، يعني الكومبوننت مش راح تنكسر بشكل سريع خلال اقل من هذا السايكل. اوكي، فلهذا السبب احنا ما بنهتمش كثير للسترين لايف ميثود، عشان سترين لايف ميثود احنا بنطبقه على اللو سايكل فاتيك، واحنا مجرد ما اكدنا خلال ستاتيك اناليسيس انه ستريس تبعنا اقل من اليد معناته مش راح يصير عندنا هذا الفيجر. نيجي بعد هيك للينير بلاستيك فراكشر ميكانكس، احنا حكينا عنها في البداية. طيب حكينا يعني كيف تفسر الفراكشر بس كيف استخدمها. طيب هسه فعليا الينير بلاستيك فراكشر ميكانكس الشغلة الأساسية فيها اللي هي الكراك انيشيشن، ما حدا بيعرف إمتى أو وين راح يصير عندنا الكراك انيشيشن. طيب ولهذا السبب اللي بيستخدموا الينير بلاستيك فراكشر ميكانكس كمان مرة بيستخدموها زي ما حكيت لكم في مجال الطيران، بيفترضوا إنه الكراك انيشيشن صار، يعني اي منطقه فيها ستريس كونسنتريشن عالي مثلا في عندهم هولز، اي هول بيفترضوا انه فيها على اطرافها كراكس صغيره طولها 1 ملم. لو افترضوا ان الكراك انيشيشن صار، شو اللي بيساووا؟ بيحسبوا الفتره المحتاجه للكراك عشان يكبر من الحجم الصغير يوصل ل كريتيكال سايز. اوكي، فهاي هي الفكره تبعته، يعني ما بنقدر نتوقع امتى بصير عندنا كراك انيشيشن، فبنفترض انه صار. بعد ما نفترض انه صار نحسب قديش هذا الكراك بيلزمه وقت اللي هو ستيج 2 كراك جروث، فبيحسبوا قديش هذا الكراك بيلزمه وقت عشان يكبر من هذا الحجم ويوصل للكريتيكال سايز. طيب هسه لما يكونوا حاسبين هاي الفتره بيجوا بيحطوا السكيدول مينتنس بحيث انه تكون اقل من هاي الفتره. شو الهدف؟ انه يمسكوا الكراك قبل ما يوصل للكريتيكال سايز، فخلال انسبكشن بيكونوا بيدوروا على الكراكس. اوكي، وين في المناطق اللي فيها ستريس كونسنتريشن عالي بدوروا على الكراكس، اذا لقوا كراك خلاص معناته يعني بيحكوا انه هاي القطعه اوكي لازم تتغير. تفضل. بس اذا لقوا كراك اه لما كراك بيحكوا انه القطعه بدها تتغير. دكتور، يعني هي لها علاقه بالديزاين فاتور؟ هسه اكيد كل مكان ستريسز اعلى يعني الفتره اللي بتاخذها للكراك رو راح تكون اصغر. طيب هسه هذا اللي هي لاست فراكشر ميكانكس هي مور ابليكابل ل هاي سايكل فاتيك، بس احنا مش راح نستخدمها هون عشان يعني نوعا ما معقده، وبعديا راح نحتاج كورس كامل او كورسين عشان نشرح اللي هي لاست فراكشر ميكانكس، يعني موضوع مستقل بحد ذاته واحنا هون مش راح نركز عليه. هون تركيزنا راح يكون على ستريس لايف عشانها اسهل. طيب في المشين ديزاين عاده ما بستخدم فراكشر ميكانكس، في المشين ديزاين عاده بيستخدموا ستريس لايف ميثود عشانها اسهل للاستخدام. تفضل. دكتور، بما انه ستيج 2 تاخذ وقت طويل، فهل انه اذا عندكم كومبوننت لساته في ستيج 1 راح يضلوا يستعملوه؟ ما حدش بيعرف ستيج 1، يعني كمان مره ستيج 1 هي مايكرو كراك، ما حدش بيقدر يلاقي الكراكس وهي صغيره جدا اقل من مليمتر. اوكي؟ فالكراكس اللي بيقدروا يلاقوها باستخدام انستركتد تيستنج تكون يعني كبيره نوعا ما، فيعني بيقدروا يلاقوا الكراكس في ستيج 2. ستيج 1 صعب انك تلاقي الكراكس. طيب هسه نيجي للميثود الثالثه وهاي اللي هي راح نستخدمها هون اللي هي ستريس لايف ميثود. هسه ستريس لايف ميثود ببساطه ما بتعطيناش تفسير، يعني تقول لك كيف صار الكراك ليش. ببساطه ستريس لايف ميثود بتحكي لك في علاقه ما بين قيمه ستريس والفتيج لايف.
تحط ستريس عالي تحصل على لايف قليلة، بتقلل ستريس راح تكون اللايف أطول. فهذا الحكي شافوه اكسبيرمنتلي إنه في علاقة ما بين pain fluctuating stress و fatigue life. ستريس عالي لايف قليلة، ستريس قليل لايف عالية. فحاولوا يشوفوا شو العلاقة ما بين قيمة fluctuating stress وما بين اللايف. كيف شافوا هذا الاشي اكسبيرمنتال؟ طيب اذا الستريس لايف ميثود مبنية على الاكسبيرمنتال ديتا، كيف بيطلعوا هذا الاكسبيرمنتال ديتا؟ بيطلعوها من خلال تيست يسموه مور هاي سبيد روتيتنج بيم تيست. طيب مور هاي سبيد روتيتنج بيم تيست بيكون في عندهم تيست سبيسمنت زي هيك، هاي شكل تيست سبيسمنت مستخدمها. طيب هاي سبيسمن بيجيبوها يثبتوها باستخدام تو بيرنجز، بحطوا هون بيرنج وهون بيرنج. شو الهدف من البيرنج؟ انه يسمح لها تلف. طيب بربطوها مع موتور، فهي هون مثلا ربطناها مع موتور، الموتور شو بيساوي فيها؟ بلف. طيب هسا بدهم يعرضوها لستريس، فبيجوا بعرضوها لبندنج مومنت من خلال هذول التو بيرنجز، بيطبقوا بندنج مومنت زي هيك. ولما تطبق بيندنج مومنت راح يتولد عندنا ستريس، هو عبارة عن بيندنج ستريس، اوكي، اللي هو سيجما بيساوي ام واي اوفر اي. طيب مثلا اذا مومنت زي هيك، نقطة هون على السطح العلوي شو بتتعرض؟ كومبريشن، على السطح السفلي تعرض له تنشن. طيب وهي بتلف، ففعليا يعني مع كل لفة للموتور هي بتتعرض له لودينج سايكلز، تنشن كومبريشن، يعني كل النقاط اللي على السطح مع كل لفة كل نقطة بتكون تعرضت مرة لتنشن ومرة لكمبريشن. بتضل هذه تلف لحد امتى؟ لحد ما تنكسر. اوكي، طيب بيكون عندنا قيمة معينة ستريس احنا حاسبينها، اوكي، وبنلف او بنشغل الماتور، بتضلها تلف السبيسمن لحد ما تنكسر. لما انكسرت السبيسمن احنا بناخذ معلومتين، شو هم المعلومتين؟ قيمة ستريس وعدد السايكلز اللي تحملتها السبيسمن لحد ما تنكسر. طيب هسه انكسرت السبيسمن الاولى، لو جبنا سبيسمن ثانيه وحطيناها حطينا عليها ستريس اقل، شو متوقع بالنسبه لللايف؟ تكون اطول. اوكي، هذه فكره ببساطه. طيب بيحاولوا يرسموا العلاقه ما بين ستريس وعدد السايكلز، فهذه بيمثلوها على دايجرام بيسموه اس ان دايجرام. اس اللي هو الفلسفة الفاتيج سترينث، يعني قيمة ستريس انكسرت عنده، ان عدد السايكلز. طيب فاذا هذا الاكسس اس اللي هو قيمة ستريس انكسرت عنده العينة، وهذا ان اللي هو عدد السايكلز اللي انكسرت. طيب هسا بدنا نسوي تيست زي هيك، فعليا هذا التيست راح يعطينا نقطة، اوكي، النقطة اللي هي قيمة ستريس وعدد السايكلز. احنا بدنا نعبي الدايجرام كامل، فعليا راح نحتاج نسوي عدد كبير من التست. يعني سوينا العينة الأولى انكسرت، نيجي العينة الثانية بنقلل ستريس فبتعيش أكثر، بتطلع معنا نقطة جديدة، بنقلل إيش أكثر. طيب هسا قبل ما نبلش التست بدنا نفكر وين راح نبدأ، يعني شو راح تكون نقطة البداية، شو أول قيمة للستريس بدنا نشتغل عليها. فعليا أول قيمة للستريس هنا اللي هي ببساطة الألتيميت سترينث، يعني شو هي الالتيميت سترينث اللي هي القيمه اللي تنكسر عندها العينه خلال التنسايل تيست. هسه التنسايل تيست هو عباره عن نص سايكل، بس احنا هون انا راح اعتبره وان سايكل، اوكي. طيب فاذا اول قيمه عندنا اللي هي اس يو تي. اذا لما نيجي نسوي التجربه الاولانيه بنحط ستريس يكون ماله اقل من اس يو تي، عشان كمان لو حطينا اس يو تي راح تنكسر على طول، بس احنا بدناها تعيش، فراح نيجي نحط ستريس اقل من اس يو تي. لما نحط ستريس اقل من اس يو تي ايش فتره تنكسر؟ اوكي، طيب انكسرت اول عينه شلناها جبنا عينه ثانيه نحط عليها ستريس ماله اقل، فراح تعيش اكثر، انكسرت ضل نغير عينه بتطلع معانا نقاط، بعد هيك نوصل هاي النقاط مع بعض فبيطلع معانا اللي هو الاس ان كير او الاس ان دايجرام. طيب خلينا نشوف تيبيكال اس ان دايجرام للستيل. طيب هذا شكل تيبيكال اس ان دياجرام للستيل. الاكس اكسس اللي هي قيمه ستريس اللي كنا طبقينها، ستريس اللي كسرت عند العينه اللي بنسميه اس سترينث، وهنا اس اف يعني فاتيج سترينث، كمان مره هذا يسمينه فاتيج سترينث عشان هاي قيمه ستريس اللي انكسرت عنده عند بعد عدد معين السايكلز، هذا نسميه فاتيج سترينث.
هذا الاكسس عدد السايكلز. طيب هسه الاكسس تبع عدد السايكلز في العاده احنا ما بنرسمه او ما بنحط له لينير سكيل، نحط له لوغاريتميك سكيل. يعني مثلا ببلش 10 قوه 0 اللي هي 1، بعد هيك 10 100 1000 10000 مليون. طيب اذا على الاكسس تبع ان مستخدمين لوغاريتميك سكيل، هون حاطين يعني لينير سكيل. طيب كل نقطه هون تمثلنا ايش؟ تمثلنا عينه. اوكي عينه كسره. اول نقطه عندنا ليلى تمسك. طيب هسه لما سووا التست، يعني سووا عدد كبير من الاكسبيرمنتس طلعت معهم هاي النقاط، اجوا بالاخير حاولوا يوصلوا بينهم، لقيوا انه فعليا ممكن يوصل بينهم باستخدام خطوط مستقيمه. هاي الخط الاولاني، هاي في عندنا خط ثاني لهون، وهاي في عندنا الخط الاخير. طيب خلينا نطلع على الارقام هنا. يعني هاي تقريبا لوين وصلت؟ حد 1000. هاي المنطقه اللي هي احنا سميناها لو سايكل. طيب من 1000 وطالع اللي احنا سميناه هاي سايكل. ولاحظ ان الهاي سايكل احنا قسمناه لمرحلتين، ايش سميناه؟ فاينايت لايف من 1000 لحد مليون، وايش سميناه؟ انفينيت لايف. طيب خلينا ننتبه احنا فعليا اللي هنا هذا في الاخير. لاحظ انه في عندنا خط مستقيم سلوب تبعه زيرو. طيب كيف طلع معنا هذا الخط المستقيم بالسلوب تبعه زيرو؟ ببساطه لاحظ النقاط اللي هنا هي عليها سهل. شو قصدهم؟ قصدهم انه هنا صارت العينه ما تنكسر. اوكي؟ يعني ظلوا ينزلوا ينزلوا ينزلوا، وصلوا قيمه معينه. لاحظوا انه وصلنا مليون ما انكسرت، وصلنا 10 مليون ما انكسرت، وصلنا 100 مليون ما انكسرت. فاستنتجوا انه في قيمه معينه من ستريس اذا وصلنا لها راح تعيش انفينيت لايف، مش راح تنكسر. طيب هسه هاي القيمة هي اللي بتهمنا هون، او هي اكثر شيء بيهمنا هون، بنسميها اس اي. شو هي اس اي؟ بنسميها انديورنس ليميت. طيب فاذا من خلال هذا الدياجرام رسمنا هذا الكيرف، بالاخير طلع عندنا هاي المنطقة الفلات اللي هي البلاتو. هاي القيمة اللي هون هاي القيمة اللي بنسميها الاندورنس ليميت. شو معناها بالنسبة لنا؟ إذا جبنا عينه وعرضناها لفتيك ستريس بحيث كانت قيمه ستريس مالها اصغر من الاندورنس ليميت، وقتها قديش اللايف المتوقع تعيشها؟ انفينيتي. اوكي كذا اي ستريس اقل من الاندورنس ليميت لاحظوا راح يستمر لانفينيتي. بينما اذا كان ستريس اللي تعرض له العينه خلال السايكليك لودنج اعلى من الاندورنس ليميت، شو اللي راح يصير؟ راح تنكسر. في عندنا فاينايت لايف، يعني مثلا لو عرضناها لستريس هذه قيمته راح تعيش لحد هنا وتنكسر. اوكي يعني راح تعيش 10 قول 5 سايكلز 100000 سايكل. طيب اذا اي ستريس اقل من الاندورنس ليميت بيعطينا انفينيت لايف، اي ستريس اعلى من الاندورنس ليميت بيعطينا فاينايت لايف. طيب هذا نسميه اندورنس ليميت. القيم اللي اعلى من الاندورنس ليميت احنا نسميها فاتيك سترينث. كمان فتيك سترينث هي قيم اعلى من اندرانس ليميت. بعد عدد معين من السايكلز تنكسر العينه. ولاحظ انه فعليا الفتيك سترينث مالوش قيمه واحده. قيمه الفتيك سترينث تعتمد على عدد السايكلز. يعني مثلا لو قلت لك شو قيمه الفتيك سترينث عند 100000، فبتيجي هون عند 100000 بتحكي هاي قيمه الفتيك سترينث. بينما شو قيمه الفتيك سترينث عند 10000؟ هاي قيمة فتيك سترينث 10000. اوكي اذا يعني كمان اي قيمة اعلى من الاندورنس ليميت بنسميها فتيك سترينث، بس الفتيك سترينث دائما مرتبط مع عدد معين من السايكلز. الاندورنس ليميت خلص بحكي لنا انه راح يكون عندنا انفينيت لايف. طيب هسه هذا الشيء ممتاز بما انه في عندنا اندورنس ليميت، فاذا راح يكون الهدف تبعنا في الديزاين انه الكومبوننت او الشافت اللي عندنا نحط عليه ستريس اقل من الاندورنس ليميت، هيك بيعيش انفينيت لايف. لاحظ انه احنا فعليا يعني انه القيم اللي هون مثلا 100000 سايكل، هل هو عدد كبير من السايكلز؟ لا قليل، لما تحكي عن موتور هو بيلف على سرعه 3000 دوره. لو انت حاسب انه الشافت بده يعيش بس 100000 فعليا يعني يومين ثلاثه وبينكسر الشافت اللي عندك. فاحنا احنا دائما بنهتم لقيمه الاندورنس ليميت عشان انه الكومبوننت تبعتنا تعيش انفينيتي. هسه هل هي دائما راح تعيش انفينيتي؟ لا، يعني في بعض الحالات ممكن تنكسر اذا صار في عندنا كراك انيشيشن. اوكي بس هون كمان مره احنا هون ما بنحكيش عن كراك انيشيشن، هون يعني بس ربطنا قيمه ستريس مع اللايف. نظريا اذا كانت قيمه ستريس اقل من الاندورنس ليميت احنا بنتوقع انه هاي الكومبوننت مالها
اوكي بحسب ستريس ريمنت. طيب هسه هل كل الماتيريالز لها اندورنس ليميت؟ جواب لا، ستيل له اندورنس ليميت، يعني اللي شايفينه هناك هو التيبكال كيرف تبع ستيل، برضه التيتانيوم له اندورنس ليميت. طيب بس لقوا انه في ماتيريالز ثانيه ما لهاش اندورنس ليميت، زي ايش؟ زي الالمنيوم على سبيل المثال. الالمنيوم ما لهوش اندورنس ليميت، الالمنيوم لقوا انه بضلوا ينقصوا ستريس وفي الاخير بينكسر، اوكي يعني ما بيقدروا يوصلوا لانفينيت لايف. طيب فبالنسبه للماتيريالز الالمنيوم بما انه ما فيش عندنا اندورنس ليميت، يعني ما بيقدروا يعطونا قيمه اس اي ولا هاي الاندورنس ليميت، شو القيمه اللي بيعطونا اياها؟ بيعطونا قيمه الفاتيج سترينث عند 500 مليون سايكل. وين انا كاتبها؟ 15 كروت. طيب اذا حاله الالمنيوم القيمه اللي بيعطوها في الجداول بدل ما يعطونا مثلا قيمه الاندورنس ليميت يعطونا قيمة الفاتيك سترينث عند 500 مليون سايكل. ليش؟ عشان ما فيش اندورنس ليميت. طيب برضو هذا الحكي للبوليمرز، البوليمرز برضو لقوا انه ما لهاش اندورنس ليميت فبتعاملوا مع الفاتيك سترينث بالنسبة للبوليمرز برضو. طيب هسا احنا هنا في الماشين ديزاين الغالب بتعامل مع ستيل، ستيل زي ما حكينا له اندورنس ليميت. ممتاز. طيب هسا هل اني اطلع قيمة اندورنس ليميت اكسبيرمنتالي عملية سهلة؟ لا، عملية معقدة بتاخذ وقت. يعني لاحظ عشان اطلع دياجرام زي هذا الدياجرام قديش تتخيلوا وقت بحتاج؟ سنين، يعني مش سنين، بجوز شهر او شهور، اوكي عشان اطلع دياجرام. يعني كمان اول نقطة انا عارفها هاي سهلة تنسال تست، بس كل واحدة من هذول هي عبارة عن فاتيك تست. ولاحظ لما سوف نحكي عن هون يعني مثلا 100,000 دورة مليون دورة، يعني فعليا الاكسبيرمنت اللي هي من ثلاثة عبين ما نخلص. طيب اذا عشان طلع الاندورنس ليميت اكسبيرمنتالي ما هيش عملية سهلة، عملية بتاخذ وقت كثير والكوست تبعتها عالية. فحاولوا يشوفوا هل ممكن نوجد علاقة ما بين اندورنس ليميت وشغلات ثانية سهلة نطلعها. شو هي شغلات ثانية سهلة نطلعها؟ مثلاً يل سترينث سهل نطلعه، الألتيميت سترينث سهل نطلعه. طيب فلقوا إنه فعلياً في علاقة ما بين الإندورنس والألتيميت، أوكي؟ لما يجوا قارنوا قيم الإندورنس والألتيميت لماتيريالز مختلفة أو يعني لجرينز مختلفة من الستيل، لقوا إنه فعلياً هذول القيمتين مرتبطات مع بعض. طيب هذا الحكي كيف بين معاهم؟ ببساطة من خلال الإكسبيرمنتال ديتا. هنا هذا الدايجرام على الاكس اكسس بيدو حطوا قيمه الالتيميت تنسايل سترينث، على الواي اكسس حطوا قيمه اندورنس ليميت. كل نقطه على هذا الدياجرام تمثل لنا اللون مختلف او الستيل اللون مختلف، نسبه كربون مختلفه، اللون كلمات مختلفه او كاست ايرون. طيب كل نقطه هنا بتمثل لنا جريد مختلفه من الستيل او من الايرون. طيب فلما يحطوا يعني كل الداتا اللي عندهم تبعت اندورنس ليميت مع الالتيميت سترينث حطوها هذا الدياجرام، لقوا فعليا انه واضح انه كل ما زاد الالتيميت سترينث الاندورنس ليميت برضه عماله بيزيد، اوكي وتقريبا في علاقه لينير بينهم فاجوا ساووا لينير فيت زي هيك. طيب طلعوا سلو تبع هذا الخط، سلو تبع هذا الخط اللي هو 0.5. اذا ببساطه اجوا حكوا انه اذا انا عندي قيمه الالتيميت تنسايل سترينث بدي الاندورنس ليميت بدل ما اروح اسوي كل هذيك التجارب اللي بدها تاخذ مني شهور، ببساطه بضرب قيمه الالتيميت سترينث في 0.5 بيطلع معي قيمه الاندورنس ليميت. طيب فاذا بالنسبه لستيل ببساطه صفت عندنا ريليشن سهله بالشكل التالي، اندورنس ليميت بيساوي 0.5 الالتيميت سترينث. هسه هذا الحكي لاحظ انه يعني ما هوش على طول، يعني لاحظ هذا الحكي استمر تقريبا لهون، من هون طالع لاحظ انه يعني تقريبا ثبتت القيمه تبعت الاندورنس ليميت. فحكوا هذا الريليشن صحيحه لحد الالتيميت سترينث 1400 ميجا باسكال. اذا الالتيميت سترينث اعلى من 1400 ميجا باسكال خلص راح ناخذ الاندورنس ليميت قيمته 700 ميجا باسكال. طيب فاذا هيك نفتح تفضل. هاي بس للستيل. هاي بس للستيل، اوكي؟ ليش بس للستيل؟ عشان مبنيه على الاكسبيرمنتال ديتا تبعت الستيل، اوكي؟ هاي كل النقاط بتمثل لنا ستيل جريدز مختلفة وكاست ايرون، اوكي؟ يعني ستيل والايرون. طيب هذه الريليشن هي اكسبيرمنتال ريليشن صحيحة بس للستيل والايرون.
طيب اذا هيك صفت العمليه سهله. انا بدي الاندورنس ليميت، شو اللي بحتاجه؟ التيميت. اوكي بروح مساعدتين سالفرس، بطلع الالتيميت سترينج. اذا كان اصغر 1400 ميجا باسكال بضرب في نص، بحكي خلاص هاي صارت معاك ليميت الاندورنس ليميت. طيب ممتاز. هسا قيمه الاندورنس ليميت هاي، او فعليا القيمه بنطلعها من خلال روتيتنج بيم تيست. هذه القيمه اللي هي بتمثلنا التست فاليو. نرجع للتست. طيب هسا لما اسوي التست روتيتنج بيم تيست، لاحظ انه سبيسيمن لها جيومتري معين، لاحظ لها شكل معين، سطح السبيسيمن بيكون بولشد. يعني قبل ما اسوي التست يساوي بولشين للسطح، يسووا لها هيت تريتمنت. غير هيك لها كراس سكشن زي هيك، ببلش كبير في الاطراف اصغر في النص عشان دائما الكسر يكون هنا، والديامتر تبعها اللي هو ربع انش او 7.5 تقريبا ملليمتر. طيب بيساوي التست على درجه حراره الغرفه. طيب ففي كونديشنز معينه، يعني القيم اللي بطلعها من التست بنسميها اس اي برايم عشان نميز انه هذه الاكسبيرمنتال فاليو اللي طلعناها باستخدام روتيتنج بيم تيست. هسا الروتيتنج بيم تيست لها كونديشنز معينه، السيرفس تبعها بولشت، السايز تبعها 7.5 ملليمتر، سوينا التست على روم تمبرتشر. طيب هسا لما يكون عندي شافت او ماشين كومبوننت، هل الكونديشنز تبع ماشين كومبوننتس نفس الكونديشن تبعت التست؟ لا. يعني مثلا لما نحكي عن شافت موجود داخل الانجن، هل درجه حراره الانجن نفس الروم تمبرتشر مساوي عليها التست؟ لا. طيب اذا مش متوقع الاندورنس ليميت اللي بتستخدمه للشافت اللي موجود داخل الانجن تكون نفس الاندورنس ليميت اللي انا بطلعه من الاكسبيرمنت، يعني بدي اعدله. طيب لا نستغرب، القيم اللي بنطلعها من خلال الاكسبيرمنت نسميها اس اي برايم، اللي هي يعني القيمه تبعت الروتيتنج بيم تيست. انا بعد هيك او احنا بعد هيك لما بدنا نتعامل مع اي ماشين كومبوننت بدنا نحسب الاندورنس ليميت لهذه الماشين كومبوننت اس اي. طيب كيف نحسب الاندورنس ليميت لهذه الماشين كومبوننت؟ ببساطه ناخذ الاكسبيرمنتال فاليو اس اي برايم نضربها في موديفيكيشن فاكتورز. شو الهدف من هذه الموديفيكيشن فاكتورز؟ انه تحسب حساب الاختلافات ما بين الاكشوال سيناريو اللي موجود عندي للماشين كومبوننت والكونديشن تبع الاكسبيرمنت. طيب ففي عندنا هون فعليا 6 موديفيكيشن فاكتورز او 6 كوركشن فاكتورز، لما اضربهم في اس اي برايم تعطيني الاندورنس ليميت تبعت الكومبوننت الفعليه الموجوده. شو هم هذول السته؟ في عندنا اول شيء في عندنا كوركشن فاكتور للسيرفس فينش، في عندنا كوركشن فاكتور للسايز، في عندنا كوركشن فاكتور لنوع اللودينج، في عندنا كوركشن فاكتور للتمبرتشر، في عندنا كوركشن فاكتور للريلايبيلتي، واخر شيء ميسيلينيس افكتس. طيب هذول السته بدنا نطلع قيمهم. طيب كيف تتخيلوا تطلعوا قيمهم؟ اكسبيرمنت. اوكي يعني لاحظ كل الداتا اللي عندنا هون اكسبيرمنتال داتا. طيب فخلينا نشوف هذول اللي طلعوهم اكسبيرمنتالي كيف راح نحسبهم. طيب نيجي هسه اول شيء سيرفس كونديشن كوركشن فاكتور كي، شو الهدف منه؟ سبيسيمن السيرفس فينش تبعها شو بيكون؟ بولش. طيب اذا الشافت تبعي او الكومبوننت تبعتي انا سويت لهم بولش، معناته نفس الكونديشن تبع الاكسبيرمنت. هل راح احتاج كوركشن فاكتور كي اي؟ لا. فاذا قيمته واحد كمان مره، يعني اذا عندي نفس الكونديشن تبع الاكسبيرمنت اذا الكوركشن فاكتور او موديفيكيشن فاكتور راح تكون قيمته واحد، خلاص نفس الكونديشن. امتى بحتاجه؟ لما يكون الكونديشن مختلف. طيب فانا مثلا عندي شافت ما سويت له بولشنج، طيب لما ما اعملش بولشنج هل متوقع ان الاندورنس ليميت يكون نفس الاندورنس ليميت تبع الاكسبيرمنت؟ لا. شو راح يكون؟ راح يكون اقل. طيب فاذا في هاي الحاله راح احتاج الموديفيكيشن فاكتور، فعليا الموديفيكيشن فاكتور راح تكون قيمته اصغر من واحد إذا ما كان بولش، إذا كان بولش واحد، إذا ما كان بولش أصغر من واحد. طيب كيف نطلع قيمته إحنا؟ إحنا راح نطلع قيمته من خلال هذه الريليشن، كمان مرة من أجل هذه الريليشن بناء على إكسبيرمنتال داتا. طيب لقيوا إنه السيرفس كونديشن بريدكشن فاكتور كي إي بيعتمد على شغلتين. شو هم؟ بيعتمد على السيرفس فينش، وبيعتمد برضه على ألتيميت تنسايز. طيب والعلاقة أعطونا إياها بالشكل التالي، حكى لنا كي إي بتساوي كونستانت إي مضروب في الالتيميت تنسايل سترينث تو ذا باور دي. الكونستانتس A و B بيعتمدوا على السيرفس فينش او السيرفس كونديشن،
وقيمهم طلعوا اكسبيرمنتالي واعطونا اياهم من خلال تيبل. هذول القيم نطلعهم من الكتاب من تيبل 6-2. افتحوا الكتاب عندكم على تيبل 6. طيب انا هاي تيبل 6-2 طيب حسب هذا التيبل في عندنا سيرفس فينش، في عندنا جراوند ماشين دو كول درون هات رول از فورش. طيب اللي عندي اي واحده من هذول بدي اطلع قيم A و B عشان احسب كيف كوركشن فاكتور اس. طيب بالنسبه ل A لاحظ انه A انا راح اضرب في الالتيميت سترينث، ف قيمته بتعتمد شو هي اليونتس اللي انا معتمدها. اذا كنت بدي اعوض قيمه الالتيميت سترينث بالكيلو بي اس اي بطلع A من هون، بس احنا هون نستخدم اس اي يونتس، فيعني لما بدك تعوض قيمه الالتيميت سترينث بنعوضها بايش؟ ميجا باسكال. اذا هاي قيمة طيب قيمة طالعة من هذا العمود. طيب قيمة B من هذا العمود. إذا هذا العمود بيعطينا قيمة A، هذا العمود بيعطينا قيمة B. نأخذهم ونعوضهم من هناك. على أي أساس اختارهم؟ على أساس شو السيرف فينش اللي عندنا. هسا لو حكالنا إنه الشاف تبعنا بولش، شو بنساوي؟ نختصر كل هذا الحكي ونحط قيمته بواحد. إذا كان أي واحد من هذولا شو راح تطلع قيمته؟ أصغر من واحد. اوكي عشان كمان لما يكونش بولش مش راح تتحمل زي الكيس اللي يكون فيها بولش. طيب شغله بس بدي انبه عليها، الجدول اللي عندي انا زي ما حكيت لكم انا بشرح على 10th edition، بجوز مجموعه منكم عندهم 11th edition. طيب طلاب نبهوني انه معاهم 11th edition حاليا القيم في الجدول عندهم غير عن القيم في الجدول هذا. اوكي ففي 11th edition غيروا الجدول، بعرفش من وين جابوا القيم الجديده بس مفروض انهم جابوا قيم ادق. طيب اللي عنده 11th edition نفس الجدول بس القيم كلها راح تكون مختلفة. اوكي طيب فبتكون تنتبهوا لها. بس كيف كان موضوع قيمة A؟ هاي قيمة A هاي الدكتور بنفس الوقت بيستخدم طيب هسا راح نحكي عن شغلة الامتحان بس نفس الفاليو اللي كتبت على 11 حتى كان يفرق. رح نحكي شغلة الامتحان بعدين. طيب فإذا من الجدول اللي عندك في الكتاب بتطلع A و B بتعوض في الإكويشن بتكون حسب قيمة KA correction factor. طيب نيجي للكوركشن فاكتور اللي بعده اللي هو size correction factor KB. طيب ليش نحتاج size correction factor؟ حسب الغالب أنا لما أحكي عن size correction factor الطلاب بيروح بالهم إنه size correction factor كل ما كان size أكبر راح تكون قيمة size correction factor أكبر معه. فعليا لا، العكس هو الصحيح. طيب لاحظ انه احنا هنا قاعدين نحكي عن ستريس، يعني احنا اوريدي قسمنا على اريا او يعني تاثير اريا احنا حاسبين حسابه، احنا مش قاعدين نحكي على لود، احنا بنحكي على ستريس. المفروض احنا حاسبين حساب السايز. طيب بس مع هيك لازم ندخل سايز كوركشن فاكتور. شو الهدف؟ الهدف ببساطه روتيتنج بيم تيست مثلا الديامتر تبعها ربع انش او اللي هو 7.6 ملم. طيب اذا بده يصير عندنا فيلير او فراكتشر وين راح يبلش؟ راح يبلش على السطح. ليش راح يبلش على السطح؟ عشان السطح هو اللي بتعرض للماكسيمم ستريس، احنا هون بدنا ستريس. طيب فلما يكون عندك ديامتر صغير النقاط اللي على السطح اللي هي على امتداد المحيط هاي هي المناطق اللي بتشكل لي خطوره، اللي اذا موجود عندي ديفكت على السطح ممكن يسبب لي كراك انيشيشن. طيب لما يكون عندي شافت ديامتر تبعه كبير لاحظ انه هون صار في عندي يعني منطقة اكبر فيها احتمالية اكثر انه يكون عندي ديفكت على السطح او نون هوموجينيوس بروبرتيز. طيب ببساطة السايز كل ما كبر هذا بشكل خطورة زيادة. ليش؟ كل ما كبر السايز بصير في عندنا احتمالية اكثر انه نلاقي ديفكت على السطح، واذا في عندنا ديفكت على السطح فعليا هذا راح يخلي الكومبوننت تنكسر بشكل اسرع. طيب فلهذا السبب لازم يدخلوا size correction factor. هسا من عندهم دخلوا؟ لا، يعني هذا الحكي اللي لاحظوه experimentally انه اذا بساوي تيست على specimens اكبر لاحظوا انه بتعطينا قيم اصغر للendurance limit. طيب فلهذا السبب لازم نستخدم هذا correction factor اللي هو size correction factor. طيب size correction factor راح نحسبه باستخدام اما هاي الاكويشن او هاي الاكويشن. كمان مرة شو اللي بدنا نعوضه هنا اللي هو ديامتر. طيب فإذا عندي شافت دائري بعوض الديامتر تبعه هنا عشان أطلع قيمة كي. الإكويشن اللي فوق نستخدمها للديامتر رينج من 2.79 لحد 51. الإكويشن الثانية من 51 ملم لحد 254 ملم.
طيب هسا في الطبعة 11 من الكتاب هذا الرقم غيروه حطوه 7.6 اللي هي هالقيمة، يعني حكوا ما بدناش نستخدم للسايزز الأصغر، أوكي يعني راح نستخدم للأشياء بس الأكبر، أوكي هذا حكي منطقي ما في مشكلة. طيب فإذا عندنا ديامتر من هذا الرينج لهذا نستخدم الإكويشن الأولانية، من هذا الرينج لهذا نستخدم الإكويشن. طيب هسا هاي الإكويشن نستخدمها عشان نطلع قيمة السايز فاكتور في حالة إنه اللودين كان بندن أو توش. طيب بينما إذا كانت عندنا كومبوننت تتعرض لسايكليك لودينج على شكل تنشن، يعني تنشن زي تنشن كومبريشن تنشن كومبريشن من غير مسألة البندينج، طيب هاي الحالة لقيوا إنه تقريبا ما فيش تأثير للسايز، ما تفرقش كثير إنه السايز صغير أو أكبر. ليش هذا الحال؟ عشان أيوة في حالة إنه الأكسل لودينج لاحظ إنه كل النقاط تتعرض لنفس قيمة ستريس، فهنا بنحكي على منطقة كبيرة. يعني لاحظ احنا هناك كنا نتفرج على السيرفس، يعني تغيرات في ديامتر بتغير في السيرفس اريا بشكل كبير. هنا الاريا اصلا او المنطقه اللي تعرض للماكسيمم ستريس هي كامل السكشن، فيعني حتى لو ديامتر صغير في عندنا احتماليه عاليه انه يكون في عندنا انترنال ديفكت، عشان هون نحكي على انترنال ديفكت على كروس سكشن كامل مش ديفكت بس على السطح. تفضل. مكان اطول. اطول. طيب هسه كمان مره، كل مكان الاشي اطول نظريا بتزيد الاحتماليات، بس احنا هنا ما بنهتمش لهي الشغله. ليش نهتمش لهي الشغله؟ عشان احنا دائما نطلع الكريتيكال سكشنز. يعني احنا كمان مره لما يكون عندنا شافت وين نروح ندور على المنطقه تعرض للماكسيمم ستريس، فيعني عشان هيك احنا بنطلع بس على الكروس سكشن نطلع شغله سوري اطول في تشانس في الفكتور. هسه كمان مره هذا الاكسل لودينج اذا كانت اطول كمان مره في تشانس، بس يعني تقريبا الفرق بسيط، يعني بما انه ما فيش فرق كبير مع زياده الدايمتر برضه ما فيش فرق كبير مع زياده الطول. الكاميرا هي اوريدي عاليه فمش راح تعلى اكثر من هيك، هذه هي الفكره في حاله الاكسل. طيب بينما في حاله البندنج او التوشن بنطلع قيمه الكوركشن فاكتور باستخدام هذه الايكويشن، قيمته شو راح تكون؟ اكبر من واحد او اصغر من واحد؟ اصغر من واحد لما يكون الدايمتر اكبر من هذا 7.6. طيب نيجي هنا لشغلة مهمة. طيب إحنا لحد الآن نحكي على components بتلف. طيب إذا كانت عندنا component بتتعرض ل fluctuating bending stress من غير ما تلف، كيف؟ مثلاً ممكن أعطيكم example عليها، مثلاً جسر، كان جسر زي تمر عليه سيارات، مثلاً هاي السيارة، كل ما تمر سيارة على الجسر هو بتعرض للloading cycle، أوكي؟ وهي السيارة موجودة بيكون فيها ستريس تنشن كومبريشن، راحت السيارة رجعت لها الزيرو. طيب فهنا بتعرض لفاتيك ستريس نتيجة البندنج بس من غير ما يكون يلف. شو الفرق ما بين هاي الحالة والحالة اللي بيكون في عنا شغلة بتلف؟ الفرق ببساطة لما يكون عنا شافت بلف انه كل النقاط على السطح على الداير كلها بتتعرض لتنشن كومبريشن، بينما لما يكون اشي من غير ما يلف هو بتعرض ل ستريس زي هيك. في عنا بس نقطتين هنا وهنا، هذول اللي بتعرضوا للماكسيمم، اوكي؟ ففي حاله زي هيك فعليا راح تكون خطوره اقل. كمان مره يعني بس نقطتين، شو احتمال يكون عندي ديفكت عند هاي النقطتين؟ اقل من احتمال انه يكون عندي ديفكت على كامل السطح. طيب فهون بنحكي عن الكيسز اللي بسموها نون روتيتنج شافت. اذا كان عندي شيء بتعرض لفلكشويتنج لود من غير ما يلف مش راح نحسب السايز فاكتور على طول زي هيك. في البداية راح نيجي نحسب إشي بنسميه effective diameter. طيب effective diameter ببساطة للcross sections الدائرية لقوا effective diameter بيساوي 0.37 من diameter الفعلي. يعني مثلا عندي إشي دائري الدايمتر تبعه 100 مليمتر وبتعرض ل fluctuating bending stress يعني tension compression من غير ما يكون بلف، بدي احسب له السايز فاكتور مش راح اخذ الديامتر الفعلي اللي هو 100، راح اضربها 100 في 0.37 يعني راح اطلع افكتيف ديامتر 37، وبعد هيك هاي وين بعوضها؟ بالايكويشن اللي فوق، يعني بعوض هون بطلع الافكتيف ديامتر وبعد هيك بعوض الافكتيف ديامتر في الايكويشن اللي هون عشان اطلع قيمه الكي دي. طيب هسه هاي لما يكون عندي كروس سكشن تعرض لـ fluctuating bending stress tension compression غير ملف. طيب
هسه بالغالب الاشياء اللي زي هيك لو كنا مثلا نحكي عن جسر، هل الكروس سكشن تبع الجسر بيكون دائري؟ لا، في الغالب مثلا الكروس سكشن تبع الجسر ممكن يكون مستطيل او ممكن يكون على شكل اي بي او سي شانل. طيب كيف بدنا نتعامل مع هاي الاشكال الثانيه؟ عشان نتعامل مع هاي الاشكال الثانيه بدنا نمشي بهذا البروسيدر. طيب البروسيدر تبعنا ثلاث خطوات وحطيتها بهاي الطريقه عشان تكون اسهل. طيب الخطوه الاولى بنروح على تيبل 6-3 وبنطلع A.95 سيجما. شو اللي مقصود بال A.95 سيجما؟ ببساطه هذه الاريا من الكروس سكشنال اريا كامله اللي بتتعرض للستريس بوصل ل 95% الماكسيمم. يعني كمان مره ايش بتعرض لبندنج؟ مثلا عندك كروس سكشن زي هيك بتعرض لبندنج، وين الماكسيمم؟ على السطح. وانا هون عندي الماكسيمم. طيب A.95% ببساطة هي قديش من التوتال اريا تتعرض لستريس قيمته أكبر من 95% من الماكسيمم. طيب فإذا هذه بنطلعها من تيبل 6-3. خليني أوريكم التيبل. طيب هاي تيبل 6-3 مثلا بالنسبة للدائرة، هاي اريا 95% من الماكسيمم ستريس. طيب بس فعليا بالنسبة للدائرة احنا ما بيهمنا نطلع الجدول عشان احنا أوريدي عارفين إنه دي هي بتساوي كذا. طيب هاي لا ريكتانجل، للهاي بيم لا سيجن. طيب اذا بدي احسب الافكتيف دايمتر اول شيء بيجي هنا، فمثلا اذا عندي ريكتانجل هاي اريا 95%، اذا عندي مثلا اي بي هاي اريا 95%. ولاحظ انه هون في عندي تو ايكويشنز. الايكويشن الاولانيه اذا البندنج حوالي او المومنت حوالي الاكسس 1، الثانيه اذا المومنت حوالي الاكسس 2. طيب ونفس الشيء بالنسبه للسي شانل، في عندنا تو ايكويشنز، واحده حوالي اكسس 1 وواحده حوالي اكسس 2. طيب انا لما انا اجي هذا الجدول شو بدي اطلع؟ طلع احسب. طيب مثلا عندي بي او اتش، عندي هاي المعلومات، فحسبت اريا 0.95. بعد ما حسبت اريا 0.95 برجع هنا وبعوضها، فالاريا اللي حسبتها بعوضها في هاي الايكويشن. وشو بحسب من خلال هاي الايكويشن؟ دي اللي هو نسميه الايكوبلنت دايمتر. طيب اذا طلعنا او حسبنا الاريا 0.95 سيجما، عوضناها هنا وحلينا هاي الايكويشن عشان نطلع قيمه الايكوبلنت دايمتر. بعد ما طلعنا الايكوبلنت دايمتر بنروح نحسب الافكتيف دايمتر من خلال انه هاي القيمه نعوضها هنا. طيب نعوض هاي القيمه هنا فبيطلع معانا الافكتيف دايمتر. بعد ما طلعنا الافكتيف دايمتر بنروح نعوض كمان مرة. هذا الحكي امتى نساوي؟ بس يكون مش سيركلر. لما يكون مش سيركلر وما بلفش. اوكي؟ كمان مرة مش سيركلر وما بلفش، فإذا لازم اساوي هذا الحكي عشان نحسب الافكتيف. طيب نيجي بعد هيك للودينج فاكتور كيسي. لودينج فاكتور كيسي في له ثلاث قيم على حسب طبيعة اللودينج. أول شيء قيمته واحد في حالة البندنج. ليش واحد في حالة البندنج؟ عشان البيم تتعرض لبندنج. وانا اذا عندي كومبوننت تتعرض لبندنج معناته يعني نفس طبيعه اللودنج اللي هنا وهنا، فاذا راح تكون قيمته واحد. طيب بينما اذا عندي كومبوننت تتعرض لسايكليك لودنج ماهوش بندنج، يعني مثلا شيء بتعرض لتورشن، يعني مثلا تورشن مره زي هيك مره زي هيك، اوكي؟ ريفرست، اوكي؟ تورشن بضل عكس اتجاهه. طيب فهيك بما انه اللودنج مختلف فما بقدرش اخذ هندرنس ليمت زي ما انا مطلع هناك، فلازم اضربها في كوركشن فاكتور اللي هو كم قيمته بالنسبه للتورشن؟ اللي هو 0.5. طيب اذا كانت عندي كومبوننت تتعرض لفتيك لودنج عباره عن اكسل، يعني شيء زي هيك واحط عليها مره تنشن مره كومبريشن، اوكي؟ اكسل فتيك لود. في هاي الحاله كمان مره الكونديشن هذا مختلف عن الكونديشن تبع بندنج، اوكي؟ فهاي الحالة لازم استخدم كوركشن فاكتور للاكسل انتو 0.85. طيب اذا هذا الكوركشن فاكتور اللي هو بنسميه لودنج كوركشن فاكتور، واحد في حالة البندنج عشان الاكسبيرمنت احنا كنا نعرضها لبندنج، في حالة انه عندي اكسل 0.85، في حالة انه عندي تورشن 0.59. تفضل. صحيح. بس مرات يعني مو شرط تكون طيب احنا كل اللي اخذناه لحد هسه هو زي هيك زي ما حكى زميلكم تنشن كومبريشن نفس القيمه. بس ممكن في بعض الحالات يكون عندك شيء زي هيك، صح؟ هذا سؤالك.
بعض الحالات يكون عندك مثلاً تنشن أكبر من تنشن. مش هذا سؤالك؟ طيب هذول راح نحكي عنهم في المحاضرة رقم 3. طيب مش المحاضرة الجاية اللي بعدها راح نحكي عن هاي الحالات. إحنا لحد هسه نحكي عن حالة واحدة اللي هي هاي. هذا نسميه fully reversed stress. fully reversed يعني تنشن كومبريشن مساوي. أوكي بصير reversed كامل. نفس كين تنشن نفس كين كومبريشن. fully reversed إحنا نحكي عنه لحد الآن. الحالات الثانية راح نحكي عنها. Correction factor اللي بعده اللي هو temperature factor. Endurance limit عبارة عن material property وهي فعليا مرتبطة مع ultimate strength. طيب كل material properties تعتمد على درجة الحرارة. يعني مثلا لو جبنا قطعة حديد وبردناها مثلا باستخدام liquid nitrogen بردناها لناقص 50 درجة تصير very brittle، يعني لو وقعتها على الأرض راح تنكسر. جيب قطعة حديد سخنها لحد ما تصير حمراء، أوكي؟ بتلاحظ إنه صارت طرية نوعا ما، أوكي؟ صارت more ductile. طيب الماتيريال بروبرتيز بشكل عام تعتمد على درجه الحراره. احنا التست او الاكسبيرمنت بنسويها على روم تمبريتشر. اذا الشافت تبعي شغال او الكومبوننت تبعي شغال على روم تمبريتشر وقتها ما بحتاج تمبريتشر كوركشن فاكتور باخذ قيمته واحد. امتى بحتاج له قيمه؟ لما يكون عندي درجه حراره غير عن ثلاث اكسبيرمنت. عندي درجه حراره عاليه جدا درجه حراره قليله جدا وقتها بحتاج انه ادخل تمبريتشر كوركشن فاكتور. طيب فالتمبريتشر كوركشن فاكتور كي بي كما مرة برضو بطلعوا experimentally ونحسب قيمته من خلال هاي الإكويشن. فعليا هذه الإكويشن هي ببساطة هو هذا الكوركشن فاكتور نفسه اللي بيستخدمه الألتيميت سترينج. يعني حكوا بما أن الإندرنس ليمت تعتمد على قيمة الألتيميت سترينج، فشو تأثير تمبرتشر الألتيميت سترينج؟ راح نحكي إنه نفس التأثير راح يكون على الإندرنس ليمت. ببساطة ستيل بيجيو إنه لما ترفع درجة حرارته في البداية الألتيميت سترينج تبعه بتحسن شوي بيزيد، بس مع زيادة الحرارة ببلش يقل. طيب فطلعوا الكوركشن فاكتور تبع التمبرتشر واعطونا اياه عبرنا عنه من خلال هذا الايكويشن. هسه هذا الايكويشن عشان نستخدمها بدنا نكون عارفين التمبرتشر بالسلسيوس، وهذه الايكويشن صحيحه لدرجات حراره من 40 ل 540 درجه سلسيوس. كيف نطلع الكوركشن فاكتور؟ نعوض التمبرتشر هنا، فهي عوض التمبرتشر بالسلسيوس في الايكويشن وبيطلع معنا الكوركشن فاكتور. طيب هسا اللي معه الطبع 11 الايكويشن تبعته اختلفت شوي، يعني استخدموا ايكويشن غير هاي اصغر من هاي سكند اوردر. هون حاطين فورث اوردر ايكويشن، اوكي هم غيروها لسكند اوردر عشان تكون اسرع او اسهل في الحسابات. طيب هسا خيار ثاني، بدل ما نحسب استخدام هاي الايكويشن معطينا برضه في الكتاب تيبل، تيبل اللي هو 6-4 يعني هو تيبل 6-4 ببساطة، يعني نفس المعلومة اللي تعطينا اياها الإكويشن معطينا اياها من خلال تيبل. طيب ففي عندنا هون تيمبرتشر في الديجريز سلسيوس وهي قيمة الكوركشن فاكتور. ببساطة هذا اللي هو احنا نسميه هون كي دي، اوكي اللي هو تيمبرتشر كوركشن فاكتور. طيب اذا في البداية عند روم تيمبرتشر واحد، لاحظ في البداية زاد شوي اوكي عشان ادمن سترينث بيزيد في البدايه، بعد هيك من 300 طالع بيقل اوكي صارت قيمه اصغر. طيب هسه برضو اظن هذا التيبل مش موجود في النسخه 11 اللي مع الكتاب نسخه 11، هذا التيبل مش موجود فبتقدروا تعتمدوا على الايكويشن. عموما راح نحكي عن هاي الشغلات بعدين، اللي معه طبعا 10 شو يساوي اللي معه طبعا 11 يساوي. طيب بس عموما انا هون بشرح على الطبعا 10. طيب نيجي بعد هيك الى الريلايبيليتي فاكتور. اي ماتيريال بروبرتي لما نحكيها او نعطيها لاي حدا لازم نقول له شو الريلايبيليتي. طيب اذا متذكرين في اول محاضره في الماده حكينا لو جبنا مثلا 10 عينات نفس الماتيريال وسوينا عليهم 10 سايل تيست وبدنا نطلع قيمه الالتيميت سترينث، هل ال10 عينات راح يعطون نفس القيمه للالتيميت 10 سايل سترينث؟ لا، راح يعطونا قيم مختلفه. طيب انا بدي اخذ قيمه واحطها في الجدول عشان اقول لك هاي قيمه تنساستريك، شو القيمه اللي باخذها من هذول العشرة؟ طيب هسه في كثير ناس باخذوا الافرج، بس مش كل الناس باخذوا الافرج، في ناس باخذوا اطار قيمه، في ناس باخذوا القيمه عند 90% ريلايبيليتي. طيب اذا بدنا نكون يعني معتمدين طريقه معينه، هسه الغالبيه باخذوا الافرج او الميديان، فيعني بيكونوا شغالين على 50% ريلايبيليتي. فمعظم القيم في الجداول هي قيم عند 50% ريلايبيليتي. اذا انا بدي اشتغل عند 50% ريلايبيليتي
فرياليت كونكشن فاكتور شو راح يكون شنطون؟ واحد. طيب بس احنا في كثير من الحالات بيكون مطلوب منا انه نشتغل على الريلايبيلتي عاليه اعلى من 50%. فاذا بدنا نشتغل على الريلايبيلتي اعلى من 50% ما بصير اخذ قيمه الالتيميت سترينث واحسب منها الاندورنس ليمت على طول واحكي خلاص هاي هي القيمه. لازم ادخل كوركشن فاكتور للريلايبيلتي. وهذا الكوركشن فاكتور تبع الريلايبيلتي كل ما كانت الريلايبيلتي اعلى شو راح تكون قيمته؟ اقل. اوكي فعليا بدي الريلايبيلتي عاليه يعني قيمه الاندورنس ليمت راح تكون اصغر. طيب فلهذا السبب راح احتاج الريلايبيلتي كوركشن فاكتور. طيب الريلايبيلتي كوركشن فاكتور من وين بطلع قيمته؟ في عندي تيبل في الكتاب اللي هو 6.5 كذا صافا. هاي هذا التيبل كل ريلايبيلتي هاي قيمة الفاكتور تبعها. طيب فلاحظ عند 50% واحد عشان هي هاي هي الريلايبيلتي المعتمدينها في الغالب. بس اذا بدي اشي اعلى يكون هذه قيم اصغر من واحد زي ما هنشوف. طيب اخر كونكشن فاكتور عندنا اللي هو كيف يسموه ميسلينس فيكس كونكشن فاكتور. طيب شو هو؟ ببساطه احنا لحد الان شفنا كم تاثير؟ 5. حكينا عن سيرفس فينش سايز ايش كمان؟ لودينج تمبريتشر ريلابيلتي. طيب هسه هذول الشغلات 5 شغلات بياثروا على قيمه الاندرس ليمت بس هل بس هم اللي بياثروا؟ ما في شيء ثاني بيأثر؟ فعليا في شغلات ثانية بتأثر. يعني مثلا سرعة الدوران إلها تأثير ولو كان بسيط. مثلا residual stresses برضو إلها تأثير. طيب هسا هاي الشغلات فعليا بتوقعوا أو يعني عارفين إنه إلها تأثير بس فعليا ما عندهمش experimental data كفاية عشان يحطوا لنا correction factor. فلهذا السبب حطوا لنا كيف. هذا بحكي لك مثلا effect يعني أي effect غير عن 5. أوكي؟ حاليا ما فيش عندهم ديتا فقالوا لنا نستخدمه 1. اوكي لما حدا يطلع اكسبيرمنتال ديتا جديده مثلا يحكي لنا شو تاثير مثلا سبرين او شو تاثير ريزيدوال ستريس او شو تاثير سرعه الدوران بيدخلوه من خلال كوركشن فاكتور كيف. اذا كيف احنا نسميه مسلينس افكت اي افكت غير عن الخمسه اللي حكينا عنهم حاليا ما فيش عندنا معلومات فنحط كيف بتساوي 1. اذا صار عندنا اديشنال اكسبيرمنتال داتا وقتها ممكن نحط قيمه لها كيف. طيب اذا هيك بنكون صار عندنا طريقه نقدر نطلع قيمه الاندورنس ليمت للماشين كومبوننت تبعنا. كيف نطلع قيمه الاندورنس ليمت للماشين كومبوننت تبعنا؟ اول شيء نروح نطلع الالتيميت تنسايل سترينث من الجداول نضربه في 0.5 فبيطلع معنا اس اي برايم. طيب بعد هيك شو بنساوي؟ بدنا نحسب الفاكتورز. كي امتى بتكون قيمته 1؟ اذا كانت بولشت. اوكي؟ غير هيك بتكون اصغر من 1. سايز امتى بتكون قيمته 1؟ اذا لا السايز اذا كانت ديامتر 7.6 ملم بتكون قيمته 1. اكبر من هيك بتكون قيمته اصغر من 1. طيب كي سي لودينج يكون قيمته 1 حالة البندنج غير البندنج تورشن او اكسل يكون قيمة اصغر من 1. تمبرتشر على حسب روم تمبرتشر ولا اعلى نطلع قيمته. ريلايبيلتي اذا 50% 1 اعلى من 50% اقل من 1 وهذا قيمته. طيب فاذا نضرب كل هذول مع قيمة الاندرس ليمت بيطلع معانا الاندرس ليمت تبع المشين كومبوننت. هسا اذا عرفنا الاندرس ليمت تبع المشين كومبوننت شو بنستفيد من هذا الحكي؟ اذا كمان مره لا الاندرس ليمت مش عشان نحسب اللايف، اندرس ليمت عشان نحصل على انفينيت لايف. اوكي فاذا عرفنا الاندرس ليمت ببساطه بنحاول نتاكد انه الماكسيمم ستريس اللي تعرض له المشين كومبوننت ماله اصغر من الاندرس ليمت. اذا كان اصغر من الاندرس ليمت وقتها بنحكي انه هاي الكومبوننت راح تعيش انفينيت لايف. طيب اذا بنحسب الفاتيك فاكتور سيفتي. طيب كمان مره الفاكتور سيفتي هو ايش؟ سترينث على ستريس. سترينث تبعنا هون من الاندرس ليمت. اذا نقسم الاندرس ليمت على سيجما ماكس بيطلع معنا فاكتور سيفتي. كمان مره المفروض الاندرس ليمت تكون اكبر من هاي. يعني الفاكتور سيفتي هو يكون قيمته كم؟ اكبر من اوكي. فاذا هاي فكره الفتيك فاكتور سيفتي راح نحكي اكثر عن فتيك فاكتور سيفتي خلال محاضره الجايه.
طيب اذا نوقف لحد هنا بالنسبه للمحاضره اليوم. حدا عنده اي سؤال بخصوص الاندراستمات؟ طيب اذا نوقف لحد هنا.